برنامج غنية وخبرية اكسترا زار موقع تصوير كليب لدي جي اوسين لاغنيتين نيفر تو ليت ومالي شغل بالسوق ورجع بهاللقطة تسمعه ومع فريق العمل. وبما انه انا كمان كنت مشاركة بهالعمل كاميرا البرنامج رافقتني. بالنسبة لإلي كانت التجربة كثير حلوة خاصة انه الاجواء كانت بتعقد، وحتى تتأكدوا تابعوا معنا الريبورتاج. عم صور اليوم اغنيتين English version and international song اسمها Never Too Late، وعم صور أغنية تانية اسمها مالي شغل بالسوق. هي الأغنية اللي بتعرفوها كلكم مالي شغل بالسوق القديمة، بس أنا اشتغلتها بطريقة جديدة، ما فينا نقول ريميكس أو إعادة توزيع، هي فينا نسميها The New مالي شغل بالسوق. هي الأغنية الجديدة مالي شغل بالسوق. الانجليش سونج استعانت بمطرب انجليزي، مغني انجليزي اسمه توري، هو اللي عم يغني بالانجليش سونج. غنية انترناشونال ان شاء الله رح تكون انترناشونال ريليس، والاغنيه الثانيه عم يغنيها عم يأديها همام بالعربي مالي شغل بالسوق. الاغنيه جديد، توزيع جديد باثنين بالانجليزي وبالعربي. كثير صعب تعملي غنيتين على توزيع واحد، اللي عملته انا جبت اخترعت توزيع بيتماشى مع اللحن اللي اخترعته انا لاغنيه اللي الفته انا لاغنيه نيفر تو ليت ولاغنيه مالي شغل بالسوق. استعنت بمالي شغل بالسوق بالبارت العربي، وبالاغنيه الانجليزي كانت نيفر تو ليت. بقى اغنيتين من توزيع واحد بس لحنين مختلفين، وطبعا تو فيرجنز، كل فيرجن رح تنزل لوحدها. ليش اشتغلت على أغنية مالي شغل بالسوق وهي أغنية تراث عراقي؟ ليش اخترتها؟ أغنية مالي شغل بالسوق هي من الأغنيات اللي كثير قريبة من كل الناس، وكل الناس بتحبها إن كان عراقية ولا غير. والشعب العراقي ولا مرة حدا فكر يعمل له ريميكس، وحاولت اشتغلت على عملت ريسيرش اياها اكثر غنيه معقول تنحب، مش بس كعراقيه، كشعب عراقي وكخليج وكعالم عربي كله سوا بحب الاغنيه. لقيت انه مالي شغل بالسوق هي من اكثر الاغنيات بابيولور.